مساء الخير. البرود اللي فيك طبيعي هذا ولا مكتسب؟ يعني كلها الكثير من التدريب، الكثير من التجربة في السعودية. كيف كانت معك؟ يعني الآن كملت لك تقريبا 8 أشهر تجربة البلد. نعم لعبت تقريبا مدة سنة هنا. أشعر كما لو أنني يعني لمدة 3 أو 4 سنوات. أعددت نفسي طبعا، يعني أقوم دائما بالتعرف على الدوري السعودي، عن الشعب السعودي وعن المملكة عموما. حراسة المرمى، بديتك حارس ولا كان لك مركز ثاني غير الحارس من الصغر؟ بدأت طبعا كمهاجم في بداية حياتي الكروية، لأنني كنت يعني أتمتع بالطول، أطول من اللاعبين من جيلي، وبدأت بحراسة المرمى لأن المدرب كان بحاجة لحارس بمواصفاتي. قلت حسنا، يعني لا يهم إن كنت مهاجم أو كنت حارس مرمى، لكن لدي الجينات، يعني لأن أخي كان حارس مرمى وأيضا والدي. والدتي كانت بطلة رياضية أيضا، من عائلة رياضية. تعرف رمي القرص وأيضا رمي الرمح